السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد وشاليه مميز جدا مرتفع عن الأرض بجراج خاص ومدخل خاص في اسكندرية العجمي مدينة 6 أكتوبر شاطئ النخيل، بجوار شارع 10 والخدمات العامة داخل القرية. الشاليه موقع مميز جدا. عندي هنا دي مطلع للجراج، دي داخلة الجراج، واجهة الشاليه، مدخل خاص بيه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله، ربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. عندي هنا دي الفرندة، الجراج متقفل بالكامل، ما شاء الله دي كلها ملكية خاصة بالشاليه. تراك كامل بطول الشاليه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. عندي هنا موجود ريسبشن كبير ما شاء الله، مربع ومتشطب، تشطيب فوق الممتاز، تشطيب جبسن بورد، ألوان هادية وديكورات فوق الممتازة، ما شاء الله شغل جميل وراقي جدا. عندي هنا ده مطبخ أمريكاني، قصاد منه صالة توزيع لغرف النوم، عندي هنا ده المطبخ من الداخل، وده ريسبشن من زاوية تانية. عندي هنا موجود الحمام، ومعانا هنا أول غرفة نوم، كبيرة ممتازة ما شاء الله، متشطبة كويس جدا، تشطيب فول ممتاز، تشطيب جبسون بورد بألوان هادية وراقية ممتازة جدا، ما شاء الله شغل جميل ومميز. الغرفة دي ليها شباك بيطل على التراك الكامل اللي هو طول الشاليه. دي ننفع ان احنا نعملها حديقة، بتعمل ده حوض كامل زرق، الحوض ده ممكن احنا نزرع فيه.
عندي هنا بجوار منها هو شرطة موجود عندي الغرفة التانية، ما شاء الله الغرفة دي مساحتها أكبر من الغرفة الأولى، بتشيل غرفة نوم كاملة ومشطها برضه كويس جدا، تشطيب مميز، ألوان هادية وديكورات جميلة، شغل مميز جدا ما شاء الله، الشباك برضو بتاعها بيطل على التراك الكامل اللي هو طول الشاليه، ما شاء الله وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شاليه مميز جدا جدا، موقع ممتاز بجوار شارع 10 والخدمات العامة، بجراج خاص وتراك كامل بطول الشاليه وحديقة خاصة، مسجل في جمعية 6 أكتوبر للقوات المسلحة، وكامل الإعدادات كهرباء ومياه، واحنا عارفين بنستلم آخر فواتير كهرباء ومياه بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشاليه 140 متر، عبارة عن غرفتين نوم كبير وريسبشن كبير، قطعتين ومطبخ أمريكاني وحمام وصالة توزيع للغرف وجراج وتراك كامل بطول الشاليه وفراندا كبيرة. السعر بالتقسيط المريح 380,000 جنيه، بندفع مقدم النص تعاقد واستلام فوري، والباقي بيكون على 24 شهر، السعر بالدولار 27,000 دولار. وكان مع حضراتكم من داخل المكان أحمد بهجت صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا بلايك، تشتركوا معنا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله الله ما شاء الله، العرض فوق الممتاز، وربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.